قال رحمه الله: باب ميراث الجد والإخوة. أحوال جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة بالعدة. نعم، يقاسم هو على قسمين، مع أصحاب الفروض ودون أصحاب الفروض، مفهوم؟ نعم. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ، هذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد. نعم، دون أصحاب الفروض إما المقاسمة أو ثلث المال. وننظر لمن إحنا في جانب من؟ في جانب الجد طبعا. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذه. مع أصحاب الفروض إما يأخذ ثلث الباقي، هناك كان يأخذ ثلث المال، ثلث الباقي أو المقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. إذا كم حالة مع أصحاب الفروض؟ ثلاثة. ننظر لها للجد أحسن الثلاثة أشياء: سدس كل التركة، ثلث الباقي، المقاسمة. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. هذه المسألة تسمى بالمعادة، تسمى بالمعادة. المعادة يعد، يقول ستأتي المعادة. ها؟ هذه المعادة ستأتي. تأتي ما هو مشكلة. فين تأتي؟ بعد هذا. طيب، المعادة يعد الإخوة على الجد، ولا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، مفهوم؟ لا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، ويعد على الجد. نعم. قال أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. نعم. إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. نعم نعم، يعد الأخ، صحيح. نعم. غير المعد. نعم، يعني هو كالأخ، هذا كالأخ، يعني يعد كالأخ، يحسب كأنه ذكر. نعم. قال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب عليه ابن أنا ما عندي هذه الصفحة المعادة أصلا، مش موجودة. ها؟ بعدها؟ أي نعم. طيب، قال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب المعادة هو أن نعد الإخوة على الجد، ما نقول له هؤلاء أشقاء أو لأب، لا، نقول هؤلاء إخوة ونعدهم عليه، وبعد أن يأخذ الجد نقسم كأن المسألة كأن لم يكن فيها جد. الأشقاء مثلا إذا كانوا ذكور يحجبوا لأب، إذا الشقيقة تأخذ النصف الباقي له، يعني إشكال كبير. نعم. واحسب عليه ابن أب إن وجد فأعط سهمه الشقيق أبدا. نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة يعني شيء لا أهدم ولا هو أكرمكم الله، يعني بول متغير. فيجينا الشيخ سعيد اليوم قال: والله اليوم أنا تراني متكدر شوية، يعني ها تغير يعني شوية، ما نصاف المزاج. وقال سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنها المذهب، سمى أكدرية. صورة الأكدرية: زوج لا زوج، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة أو لأب. هذه صورة الأكدرية تحفظ: زوج لا زوج، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة. كان المفروض نعطي الزوج النصف والأم الثلث، ستة، ثلاثة للزوج اثنين للأم، يبقى واحد يأخذ الجد، صح؟ وقلنا السدس أقل حالة للجد مع أصحاب الفروض، أخذ السدس وانتهت المسألة. قال: لا، إذا مع في المسألة أخت شقيقة أو لأب تصبح أكدرية، تكدر على المذهب، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. كملها من؟ الآن جاء معنا جد، ذكر من؟ الأخت الشقيقة. زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي، أي صاحبي، ترخيم، ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعافي من دعا سعادة. تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حريم،
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. سبحان الله، كيف نعطيها النصف؟ قال اعطيها النصف. تعطيها النصف ستة وثلاثة كم؟ تسعة، عالت المسألة. ثم بعد هذا يعودان المقاسم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا تصح أبدا. طيب، ويعايا بها. ويعايا بها ايش يعني؟ يلغز بها. يقول يقال ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة، أخذ الأول ثلث التركة، والثاني ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مسألتنا قلنا الأولى من كم؟ من تسعة، ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة واثنين للأم واحد للجد، صح؟ تمام، تسعة. ثم بعد هذا قال نريد نجعل الجد يقاسم الأخت الشقيقة أو لأب. مجموع السهام للجد والأخ لأب كم؟ واحد السدس وثلاثة الأخت الشقيقة، المجموع كم؟ أربعة. أربعة ما تنقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن لابد نضرب المسألة في كم؟ في ثلاثة رؤوسهم، الجد مع الأخت الشقيقة، الجد سهمين والأخت الشقيقة سهم أو لأب. نضرب إذن التسعة في كم؟ في ثلاثة، صارت من كم المسألة؟ 27. الزوج أخذ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم أخذ اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، يبقى معنا أربعة في ثلاثة 12. قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد يأخذ ثمانية والأخت الشقيقة أو الأب تأخذ أربعة، انتهينا. طيب مسألتنا من كم إذن الآن؟ 27. ثلث 27 كم؟ تسعة. أخذوا من؟ الزوج. إذن الأول أخذ ثلث التركة، هذا الزوج. يبقى معنا من 27 كم إذا أخذنا تسعة؟ 18. تمام، 18 ثلثها ستة أخذته الأم. تمام، إذا أخذنا من 18 ستة، يبقى معنا كم؟ 12. ثلثها أربعة أخذته الأخت الشقيقة أو الأب. الباقي كم؟ أخذ الجد. الأول أخذ الثلث، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مفهوم؟ لغز، وش أصنع؟ نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قلنا سميت بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه المذهب، غيرت المذهب وإشكال وباطلة عقلا ونقلا. نعم. قال رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا. أم صاحبة ثلث لا جدة. نعم. فافرض له السدس والنصف لها حتى لتسعة يكون عولها. إذا كانت من ستة وعالت إلى تسعة. نعم. وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. نعم. قال رحمه الله: والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الحساب وأصول المسائل والعول. الحساب ليس الحساب الحساب جمع والطرح وكذا، لا، هنا الحساب يراد به حساب مسائل الفرائض. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وللحساب إن ترم محصلة فاستخرج السبع الأصول أولا. اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين. نعم. ولا تكن عن حفظها بذاهلي. نعم. فإنها قسمان يا خليل ثلاثة منها التي تعول. نعم. طيب، الخلة هي خالص المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. عندنا الآن أصول المسائل كم؟ سبعة، اثنين ثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، ثلاث منها تعود ستة والاثنى عشر وأربعة وعشرين. قال إن كثرت فروضها تعود. انتبه معي، الستة اللي نخرج من الستة أكثر منها، الستة نخرج منها النصف كم؟ ثلاثة، والثلث اثنين، هذه خمسة، والثلثان أربعة، أربعة وخمسة تسعة، زادت على الستة إذن تعول. لكن تعال للأربعة، الأربعة فيها الربع واحد والنصف اثنين، المجموع
ثلاثة وهي أربعة ما تعود. تعال الثمانية، الثمانية فيها النصف أربعة والربع اثنين والثمن واحد، كم وصلنا؟ سبعة. إذا ما تعود خلاص، إن كثرت فروضها أو فروعها يقول تعود. إذن عندنا تعول الستة أربع مرات على التوالي إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشر خلاص. طيب والاثنى عشر تعول ثلاث مرات بالعدد الفردي، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، انتهينا. يبقى معنا أربع وعشرين تعول مرة واحدة إلى السبع وعشرين وتسمى بالبخيلة. ليش؟ لماذا؟ لماذا ما تسمي الاثنين والثلاث الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية بالبخلاء؟ ولماذا سموا هنا الأربع وعشرين بخيلة؟ قالوا لأنها رافقت الكرام. الستة عالت أربع مرات والاثنى عشر ثلاث مرات، فرافقتهم وعالت مرة فهي بخيلة، مفهوم؟ وتسمى عندهم أسماء، هنا أسماء لبعض المسائل. الستة إذا عالت إلى العشرة يسميها البعض، عندهم بعض المسائل معروفة لها أسماء، تسمى أم الفروخ. أم يعني فرخت، فرخت مثل ما تفرخ الدجاجة، فرخت حتى الستة حتى وصلت إلى عشرة، وتسمى أم الفروج بعض المسائل عندهم هنا. وتسمى عندهم السبع وعشرين، الأربع وعشرين إذا عالت للسبع وعشرين عندهم مسألة تسمى المنبرية، لأنهم قالوا أن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فعندما وصل هنا قام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ لم يتوقف علي رضي الله عنه وأكمل على القافية يعطيك العافية، يعني على السجن، قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. صار ثمن الزوجة تسعة، لأن كانت تأخذ ثلاثة من أربع وعشرين، هذا الثمن، فالعول أخذ الثلاثة من سبع وعشرين هو التسع، قال: صار ثمن الزوجة تسعة، حل المسألة وانتهى وكمل على القافية، مفهوم؟ ولا يصح. نعم، تسمى المنبرية. نعم. قال رحمه الله: فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول، فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى. نعم. أو سدس وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس مع ثمن يا فتى. أخذنا بالأمس قلنا مسألة فيها ثلث وربع من اثني عشر، صح؟ ثمن وسدس من أربع وعشرين. نعم. وقلنا إذا تعبت اجعل أي مسألة فيها فروض من أربع وعشرين ثم بعد هذا اختصرها. نعم. فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. نعم. فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. شفعا ووترا، ست الستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، أمثلة لا إشكال. دائما هنا إذا يعني كنت أدرس المثال دائما تكتب مثال واضح سهل، لا تكتب مثال معقد. يعني هنا مثلا عول الستة للسبعة، تقول زوج وثلاث أخوات شقيقات، الزوج النصف، ثلاث أخوات شقيقات كم؟ ثلثين. مسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلثين أربعة، المجموع سبعة. تريد تعول إلى ثمانية، حط أم السدس، صارت كم؟ ثمانية، تمام. تسعة، حط إخوة لأم واحذف الأم، أخذ الثلث، صارت من كم؟ تسعة. تريد عشرة، ضع الأم أو الجدة، صارت من عشرة. انتهينا الآن من من؟ من عول الستة بالأمثلة. تعال لمن؟ 12، سهل جدا. تقول زوج، لا خليها زوجة وأخوات شقيقات، الزوجة تأخذ الربع ثلاثة، أخوات شقيقات يأخذوا ثلثين، الثلثين ثمانية، ثمانية وكم؟ وثلاثة كم؟ 11. حط أم، ها شوف الأم اثنين، اثنين وثمانية
وثلاثة 13 صار عول إيش على 12. تريد تجعلها 15 صح؟ العول 15 احذف الأم وحط إخوة لأم صارت 15. تريد 17 ضع الأم مرة أخرى صارت 17 وانتهينا. مفهوم؟ تمام. أما بالنسبة للعولة 27 أنت قلنا زوجة وبنات وأب وأم، الزوجة الثمن 3، البنات 16، والأب سدس كم؟ 4، والأم سدس 4، المجموع 27.